مساكم الله بالخير. لقنا عفشنا لطرف الخيمة بسبب الظروف الجوية. اها هذي قافلتنا اليوم. خير ابو عبد الله شيف. بسبب الظروف الجوية القاهرة ما عاد ينفع طرف الخيمة. تقنا للبيت. اليوم الطبخة معلمناكم بها. اليوم عصيد بنعصد ونرق. الله يحسن الخواتم. عسى الله يجيب العواقب سليمة. الوان به هذا كتف. الوان به شنو؟ ان شاء الله عشان اليوم لومي. مو بلومي. أنا وقت العصيدة. ولد ما ودك نصلح سبانش بس. والله سبانش بالفرن. حطين 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 حطين. وين الواو؟ حط. بعد. لا لا خاف خاف. ترجع الواو ست. هنجيلها واقع عندي. وكنت كترته. شوف دي حط البصل معه. ايش تحط بصل معه؟ ممكن عصيد. خير جوز عليك. حط معه. ما شوف حط هات اعطيك زيد هات اقفل مبارك صار جابي. اي 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 ما الله 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 حلوة. وهذه تليت البربسة. تقييمك ودنا عزمت مرة. ¡Gracias!